احنا اليوم وين؟ احنا اليوم بالسليمانية وراح نشوفكم احلى اجواء ومكانات رحنا لها. الا شنو؟ الا سفرة سفوري، وقدامكم على البحيرة ابحار، يعني ما بقى شيء، دقلة وزرق يا بدباع، والا قدامكم فتشي. واول مكان رحنا له هو بحيرة سدوكان. الاجواء اسطورية ما تنوصف، بس بيها عيب واحد انه المي بارد ثلج، ما ينحمل ولا ينسبح بيه. وقشمرتني نرجس ونور وروان ونزلني للمي وهو بارد كلش. منو يعرف ليش المي بارد هيك رغم ان الجو كلش حار واحنا بآب؟ يكتب لنا بالتعليقات وشوفوا البلوج وشوفوا شلون قشمرتني ونزلني. والبنات هنا منسحبن، وانا هم قررت انسحب لانه بصراحة المي كلش بارد، بس نرجوسه قشمرتنا ورجعتنا. وبعد ما شفنا المي كلش بارد قررنا نسحب قواتنا ونروح الغير مصيف، لان خفت على البنات لا يتمرضن. خليكم يانا. يعني بابا ليش؟ بس واول ما وصلنا قررت تصعد الحصان وحدها وشوف شلون قاطع الطريق وما تخلي احد يفوت. فارس عمي، انا اللي يعجبني بنرجوسه انه ما تخاف من اي شيء واي شيء ببالها تسويه. وصعدتني الجبل، وانا عندي فوبيا من المرتفعات. خليكم ويانا. حاليا احنا راح نتسلق هذا الجبل، هذا نرجوسه الحماس كلها سعيده. مباشرة تعيش 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 يا جاسم. طبعا احنا صاعدين حاليا على قمة جبل، انا ونرجوسه ونورا وروان. شنو الاحساس بنات؟ حلو. شوفوا شوفوا الوضعية. كافي لا احد يصعد بعد، كاف كاف بعد كافي للدوخ. ما بي احد دخل. تعال تعال هذا دوخه من الالو. حاليا انا ونرجوسه على قمه الجبل، وبعدي مجال بس باب ما بينا الحين نصعد. تعبنا والله بينا الحين ما بي احد قاعدين حصله. وبعد ما نزلنا من الجبل رحنا المصيف احمد اوه، ونرجوسه عاشت اللحظه. نص هاي الأجواء الجميلة حبينا نعيش حياة السفاري، لأن بعد ما نتحمل ومعدنا قامت توصوص من الجوع. ونرجوسة قررت هي اللي تشوي اللحم، ويا ستار بسكم ما يخرب. تعال ما تشتغلين، انت ما تشتغلين.
ونورا الكوسج ندور عليها ولقيناها تبربع بالماي. كتبونا بالتعليقات انتم هم رايحين ليش مكانات حلوة لو لا، ومن يعرف هذا المكان شو اسمه. وبعد ما الحمد لله تونسنا وشبعنا قررنا نروح للمول، ونرجوسة رادت تتزلج، قالت لها انا بطلة العالم بالتزلج، وهي قضتها بصف السياج، بس مو هنا القوية، القوية نورا خطية ما خلوها تصعد. نورا نورا ما خلوها تصعد. خطية نورا ما خلوها تصعد. خب نرجوسة، نرجوسة قالت الجليد راح اموعه، راح اكسرك. تالي متالي لعبت لي بهاي. لا وحدك هيك بدون كل شيء، بدون كل شيء. هلا هلا بجاكي شان رجل الحديدتي. تعال تعال هاد يا ابراهان، فريه 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 هاي فريه عفت علي. ورمور من الناس ارمي ما النورة حلوة ما النورة. يلا نورة طلقي طلقي ارمي روان ارمي ارمي روان. ها هذا فريت يلا فري. ايه هاي بعيد بين فري فرتين. ايه نورا لحقيها، نورا لحقيها تعال. اجتك روان اجتك اجتك ارمي عليها نورا. يا مطعم تبص على بلعبين اجتك نورا. وبعد ما خلصنا جولتنا بالمول قررنا نروح لحديقة الحيوان، راح تشوفون بيها أشياء غريبة وعجيبة خليكم ويانا. والغريب بهاي حديقة الحيوانات مسوين غابة، الغابة تقدرون تطبون تشوفون الحيوانات وجه الوجه، وحتى تقدرون تلزمونها. الحيوانات المطر جلتوه يعني فشي حلو كلش حلو حتى مطر. الله ما أوصف لكم الإحساس. أنا حاليا بس الحيوانات بس احنا نقدر نوصل للحيوانات وكأنما عايشين بغابة. هسه احنا نحس رواحنا ان احنا بغابة. لا تلزمين نورة ما يقبلون. لا تلزمين مؤلفات. لا تخوفهم. الله وكأنما طابين بغابة. طبعا هاي حديقة الحيوان كلش غريبة يعني. انه احنا بنص الحيوانات وكنا ما بغابه. شوف هذا نقدر نسلم عليه، بس هذا اللي قطنا بعضه خلي تفيد السلام، خلي تفيد السلام. شو شنو غير غابه شلون؟ طبعا احنا حاليا بنص الحيوانات. اللام شو اسمه مين ذاك؟ طبعا نورا تريد تكب حيوانات بابا غير مال المحميه ما يصير تاخذين. يا ولد هو عرفني انت غير شو تصير. طب خلنا ناخذ ما يصير بابا ما يصير. بابا في 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 بس خطية دير بالك مو تكب جرسين. بابا ناخذه وياك. خذي. ايه ناخذي. لا لا شو يصير؟ انا بجوز شو رايك بالغابة؟ باك ما تلطف وش عفوي ما يصير لا يطردونا قاعدي. يطردونا. شنو تاخذينه شنو؟ غير مال المحمية ما يصير. وبعد ما طلعنا من الغابة رحنا نشوف بقية الحيوانات النادرة والغريبة. هي ابو تفلة شو اسمه؟ ايه اسمه؟ هذا السقاد اسمه.
ما مو أبي شحنة إذا اختصر. هذا اسمه لامة. هذا ينطح هذا. مجلس الصلاة الكردية. روان شنو رأيك بالحيوانات؟ الوقت. هذا أقوى حيوان هذا. هذا حتى النمر والأسد ما يقدر له. فالسبع. شوف هذا. من يعرف اسمه هذا؟ هذا اسمه غزير العسل الأموي. غزير العسل صح. هذا كلش قوي الحيوان. هذا حتى النمر والأسد يقتلهم. لا أورشل. وهذا هذا فالت نرجس. هذا فالت نرجس. دوخ بابا تعال تجيبه. شو اسمه هذا؟ هذا هامستر. لا هو فالت يمكن ما فالت مو حفره ما يطلع. هسه ليش الحيوان في مسترس؟ واحد لقى شعر باي. هاي تريد هاي رمان لو تجي يمها تبلحب لك الوحده. تاخذ الموبايل هسه. تاخذ الموبايل والله. تاخذ الموبايل وتشد بيه. اجت ثاني وحدوك هين. اكثر حيوان احبه نرجس. هذا اكثر حيوان احبه بين الحيوانات. جمال مو حيوان طبيعي. هو حلو بس مفترس. يا طبعا مفترس. روح العتب المفترس. لا خوش بابا فهد المديدة ترى على قط. فهد هيلو فستقة وأحلى ولد في المنطقة. هذا الخنزير. هذا اللي رب العالمين حرمه. من يعرف ليش حرمه؟ أحس بريحته. ريحة الخنزير تكفي. الطاووس. تخيل أكو ناس في التيك توك لقيت بنية مربية هاي خنزير صغير برتقالي بيتها. هذا ملك الغابة. ملك الغابة على روحه بعناية. يغادل المساحة أكبر. طبعاً الأسد أكثر وقت يقضي بالنوم. اللب وهي الصيد لو تجيب لي. عمي المرح يزيل مموزي. أكثر حيوان غدار معروف بالغدر. الأسد معروف بالشجاعة. حلو هذا. الأفريقي يصير رسمه. هذا أفريقي. بس والله حلو. هيبة. الأسد الأبيض. لشقة. هذا الابو يا هلا ابو يا هلا. مساحه الزمه تعال. ما تخليها هي ما تمن كلها. ابو هذا الغزال ما يقولونه عجيبه. تعال تعال تخاف. طبعا هاي حديقه الحيوان هي على جبل مثل ما تشوفون. احنا حاليا صاعدين على جبل وعباره عن حديقه حيوان. وروان قضيتها بس تبكي. وش بابا ايش بيش تتونسي مع الالعاب على الحيوانات؟ بيت ليش بدين عليه المي نوره؟ هاي بابا هنا هاي الساحه بس عبارة راح تاكله قتل الحيوانات. نوره قلبها كلش طيب. لا تخافي ما يعضل ما يعضل ما يعضل بابا ما يعضل بابا. تعال تقيرات. انا سباعيه ما خاف الوقت هذا. شوف ذاك يريد ينزل بس ما يعرف شلون. وش بابا عادي هذا راح يموت. هذا يا عمري كيوت. طب هذاك سحرك ليش؟ صدق كيوت هذا حلو. تعال حلو. اخرب يوم ليش ولك ليش تطين هذا خبيث؟ قلت حقيقة لا تطينه. اجل صار سحرك وهذا اللي مسيطر نرجس. وهذا اللي مسيطر انا وهذا الزعيم. ما يخليه ما اطين. اطل غير واحد. خلينا نوز زاويه ذاك الثاني. تعي سح ذاك. خلينا نوز زاويه يعني تعارك. يلا نرجس يلا. اخذ نطح خرب يومه. نطح تعب. خلينا نوز زاويه هذا. خلينا نوز زاويه هذا. راح يتعارك وكل الابيض بابا. وكل الابيض لا بابا. اي راح يتعارك. ليش ما عاد يخاف من هذا؟ يمكن راح يتعارك باي. ما يتعارك. لا يخاف منه. ما يوكل هاي. اي هذا. اي مو هذا مسوي. اي نرجس. بابا هذا شكله يخوف. فلا
الطيطي هذا فطير هذا. هذا الثعلب، الثعلب الماكر. لا لا ماكر مو يقدر، هذا معروف بالمكر. هذا حزين متوحد. البابون هذا. متوحد. نمر البنغالي. طالع هذه مديدة. طبعا هذا الحيوان كلش خطر بحيث مرعب مرعب مرعب. غراب العطشان هذا أذكى حيوان بالعالم. باباي هسا شو اثبت ايش ذكي هو؟ اي لا لا مو فقر هذا، لا لا باع باع شوف ايش قد ذكي باع، شلون اثبت لكم هو ذكي؟ باع 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 شلون راح احط له وحده شلون راح ياخذها؟ باع 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 شلون هسه اخذت ثلثها باع شلون راح يسوي لها وياخذها؟ باع باع شلون ذكي؟ اه كل الذكاء مو هسه بالليل. يطلب مجال؟ طبعا انا عفو سامعين واحد يتمرجع على الجبل؟ نورا قاعدة تتمرجع على الجبل باعوا؟ يلا صوت سن كلش حلوة طبعا. الله بع روان هم تتمرجع على الجبل، بس روان من كش تخاف جبانة. روان أكبر شخصي على كون السماء من مرجوحة خايفة فيك، وصل ساعتي بشي تريدني أنزع عمود الصور. يلا تعال يلا نزل نرجوسة صادق الأصور صور المنظر منه يجنن. لكن الوقيحة بعد شوي. أرجوسة قاعدة تتمرجع على الجبل. يما وغاي أرجوسة سلا وقعت قبل توقع وي سفرة بعدها رحنا الشارع سالم اللي هو اشهر شارع بالسليمانية معروف بالاكلات الشعبية. نرجوسة من عشاق المحار. بلغي اختارتني. لو اكلت فينا كلت مرة ما انتغل. وروان ما رادته؟ ما رادته. يا نرجوسة اكلي. احد يولي يتعشى عمام. رجع لك هاكي. راح عيش العشاء نرجس بعد قليل نفس العشاء. يلا ديك. أنت من العشاء وحالة. يلا يا نرجس. أصلي محرك. ليه والله طينا رايش. مثل ما تشوفون هذا شاي الفحم، مو غريب بس الغريب انه هذا كله شكر وكل نوع له طعم خاص به. ليش؟ ليش؟ ما سؤال. شنو هذا؟ شنو هذا؟ سوشي. شنو السوشي؟ طيني بس 500. لا وشنو هذا؟ حلو مالح؟ يعني شنو حلو لو مالح؟ طيب وش السوشي؟ يعني اكله بحريه؟ اكله صينيه مع الكوريه. سوشي والله سوالف عندكم سوشي وبوشي. لا لا اوقف 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 ما تاكل الخضره. اعطيه دجاج. دجاج؟ بعد شنو تونه؟ دجاج. طيب نرجس؟ نرجس شنو رايك بالسوشي؟ طيب بابا ما اخذت ثلاث فلافل
شبعة نبيه واحنا هم زايد ناكله من يمك ابو حسين. بابا بس ابو دلعاد بس ابو دلعاد. هذا جنب صعبه يعني سهل صعبه. طيبه طيبه ولا لا؟ ها روان شنو رايك بالسوشي؟ طيب طيب روان طيب ولا لا؟ حتى انا ما عجبني. لا 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 امشي امشي رجع يا ولد رجع ما تريده يا ولد رجع ما تريده عمو لا مو طيب عمو لا اخذ صوره وياي بس انا شايف انا يلا دبشن يلا نكمل جولتنا بشارع سالم يلا روح محرو بعد رجعنا لك بعد ابشهد جمال يلا دروحي دروحي اوف الواقع روحي خلنا دروحي بعد جمال يلا دروحي ما مو انت تبني انا انصب لا 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 بس وحده لا يلا تاخذ وحده يلا جتري جاي تسيني الوحده بني وحده بني فيصل اثنين انا هاي اختارت ويني وعوان بعد تصير سلام حبيبي جنبك بس شو وقعت تسيبي وقعت تسيبي أعرف الأكل وين يروح ما أدري. وهاي اللي قدامكم هي أكلات شعبية معروفة بالسليمانية جربناها كلش طيبة. هاي اللي قدامكم هي باجلة مقلية بالسماق طبعا طعمها كلش حامض وأكيد قمت تمطقون اللي شفتوها. الحجي عافية نورة عافية سوي خير عافية حطي هذا شفيه يا رب جلس صاري مريم صردين بعد؟ أعطي هديتي حطي وين؟ هديتي شاري تحبين مع الوجوه طافية طافية الوجوه وهنا نرجس ونورة وروان خلصن بنزين وقعدن من التعب وقررن واخيرا نرجع للفندق وانا ارتاحيت من الصرف ومن الفرة والتعب. اذا عجبكم الفلوق لا تنسون اللايك والاشتراك. تحياتي.